مستمرين معكم مشاهدينا بفقرات الأهل الكويت مثل ما وعدناكم. فنانة سورية وعربية وجميلة وناجحة اللي يعني تعتبر أول ممثلة استطاعت اقتحام الدراما التلفزيونية المصرية بل والسينما المصرية أيضا، سلاف طواخرجي. مساك الله بالخير، نورتينا في الكويت. مساء الخير عبد الله، مساء الخير غادة، ومساء الخير لتلفزيون الكويت ولكل الناس اللي عم يشوفونا هلا. يعني احنا سعداء جدا ان هذه الزياره الاولى لك لدوله الكويت، ونشكر جريده الانباء على اتاحه هذه الفرصه لكل الجمهور الكويتي انه يتعرف عليك بصوره اكبر. احنا عرفناك بالدراما وحبيناك، ويعني انت قدوه للممثل اللي فعلا يعني اداءه يبهر باحساس الراقي لكل من يتابع أعماله، فشكرا لوجودك معنا. شكرا لكم، أنا كمان سعيدة أني موجودة معكم. يمكن كل هالسنين أكثر من مرة كان في فرصة أنه أنا أزور الكويت، بس الظروف حالت أنه ما أجي يعني. فهلأ من حسن حظي أني ألتقي فيكم، وجيتي مخصوص هالمرة مشان العيد 41 لجريدة الأنباء الكويتية. بنقول لهم كل عام وهن بخير. فمبسوطة أنه أنا معكم ومع جريدة الأنباء، ومبسوطة أني رح ألتقي بأهلي وناسي بالكويت. والحمد لله على سلامتك، أنت اليوم وصلتي حسب ما وصلنا. صحيح، الحمد لله على سلامتك. سلافة، في البداية خلينا نتكلم، يمكن أنا وأختي غادة قبل شوي على الهواء تكلمنا، قلنا صعب يعني أي شخص يدخل أو يخترق الدراما المصرية أو السينما المصرية. ليش؟ لأنه طبعا تعرفين يعني الدراما المصرية والسينما المصرية عمر، فصعب أي شخص يدخل مو غير مصري يقدر يثبت نفسه من خلال يعني تقديم المسلسلات مالتهم أو السينما. شلون قدرت يعني تسوي لك اسم بين هالفطاحلة الموجودين في السينما؟ طبعا يعني السينما والدراما التلفزيونية بمصر عراقة وتاريخ كبير كتير، إثبات النفس هناك كتير أمر صعب، بس الحمد لله بحس انه نعمه انه المصريين حبوني، استقبلوني بطريقه جميله جدا واحتضنوني فعلا يعني. غير هيك انه انا رحت على مصر نجمه من بلدي، يعني رحت بأسس قوية، ما رحت شق طريقي هناك، فلهيك هذا الموضوع ساعدني أنه نجمة سورية رحت دخلت بيناتهم حبوني، فالحمد لله يعني بهذا المكان الصعب اختراقه فعلا مثل ما ذكرت، كان في اهتمام، كان في محبة. ولما أنت بتكون فعلا عاشق لشغلك وبتحبه وبتحترمه، أكيد هذا الشيء بيوصل، إخلاصك بالعمل بيوصل. وصل للمصريين هذا الشيء، وصار في علاقة جميلة بيناتنا على مر السنوات كلها. فبحس أنه حظي حلو أني قدرت أعمل الحمد لله بصمة أو اسم لا بأس فيه بداخل مصر. يعني كبارهم النجوم اللي طلعوا من دول الشام بصورة عامة، لكن كان في الأربعينات والخمسينات وانشهروا وأصبحوا يعني قمم عندنا في الوطن العربي. بعدين صارت فترة انقطع هذا التعاون، يعني أصبحت السينما المصرية شوية أكثر صعوبة، وخصوصا أن أنت قلتي أنت رحتي لهم نجمة، يمكن النجوم السابقين كانوا يروحون وينشهرون هناك. صحيح. بصورة يعني أكثر. صحيح. نفس صباح، نفس فريد الأطرش وأسمهان، وطبعا المنتجة الكبيرة آسيا وغيرهم وغيرهم كثر، وبالصحافة كمان في أسماء صحفية كتير كبيرة راحت لمصر. هل هناك يعني فترة انقطع في هذا التواصل الفني بين الشام والقاهرة؟ يمكن فترة بسيطة، لأنه حتى هذا التاريخ الغائب، يعني كان في افلام دريد لحام يلي كان دائما في انتاج مشترك، وقت كان يعمل دور غوار الطوشه، فحتى مع المرحوم نهاد قلعي، فدائما في اعمال مشتركه، بس يمكن كان في بعض السنوات غياب، ما بعرف شو الاسباب، او يمكن عدم اتقان اللهجه المصريه، لان اعرف ان المصريين يعني ما يرتاحون للفنان اللي ما يتقن لهجتهم. لا مو هيك، أنا مرة حدا قال لي إنه المصري يمكن ما يحب إذا ما سمع لهجته، بس أنا حسيت بالعكس، بيحبوك لما بتكوني صادقة، وبيحبوك لما بتكوني قريبة منهم مانك بعيدة وما في حواجز. هلأ لما أنت بتكوني عم تعملي شخصية مصرية فلابد إنه أنت تحكي بلهجة مصرية، أما إذا أنت بالحياة من شخصية تانية كويتية أو مثلا سورية أو فلا، العبور لقلب المصري هو الصدق مو اكثر من هيك. بس ما يعني ما واجهتك صعوبه اثناء يعني تقديم مسلسل بلهجه مصريه؟ لا، بتعرف نحن كلياتنا كوطن عربي يمكن تربينا على الافلام المصريه، صح، فاصبحت اللهجه المصريه مستساغه جدا وسلسه.
لهيك يعني كلياتنا حافظين مو بس اللهجة المصرية، حتى الشوارع، حتى التفاصيل، حتى الناس، حتى التفاصيل. فما كانت صعبة هلا الا ما يكون في بعض الاحرف، في بعض الشغلات. في شخص طبعا يتابعكم، اعتقد مساعد مخرج يتابع موضوع طبعاً مخارج الحروف اكيد وكذا. طبعا اكيد. حلو. لا ودخلتي باسمهان، يعني عندك سبب انك تلخبطي شوية. معلش سوريا يعني مو غلط. صحيح مزبوط. شلون تم الاتفاق على اسمهان؟ كنا بسوريا وصار في اتفاق، حكوا معي من مصر من التلفزيون المصري، من الأستاذ فراس إبراهيم الممثل والمنتج، المنتج كمان إسماعيل كوتكوت الله يرحمه. فعدت يعني عدة ناس كانوا في، لأنه بتعرفي عمل صعب ودور صعب، فكان في شبه إجماع واتفاق أنه يحكوا معي وتواصلوا وتم الاتفاق اكيد يعني. بس بالنسبه لي كان كثير حاله تحدي، يعني اسمهان هي القامه الكبيره الفنيه وهذا الصوت الرائع العظيم وشخصيه غنيه دراميه جدا يعني، وفيها اشكاليات كثير. فبالنسبه لي تحدي على صعيد التمثيل، وتحدي على صعيد انه انا اسمي سيقترن باسم اسمهان القامه الكبيره. فيعني كنا عم نشتغل فعلا، هو في مغامرة، في تحدي كبير، وفي خوف، وفي مسؤولية، وفي عشق انه لا بده لازم يكون. هلا طبعا النجاح والفشل فيما بعد من عند الله سبحانه وتعالى، بس انت دائما عندك سعي انه لازم تعمل الاحسن. فعنا كان هذا الاحساس. حلو. اي ووصلت بلحظات كتير، يعني يمكن انا احس بلحظات كتير انه انا عم بتماهى فيها، خصوصا بحالات معينه، بمشاهد معينه، وصلت لحالي انه انا فعلا عم بتماهى، يعني حسيت حالي انه انا اكثر شخص بالعالم بيفهمها، اكثر شخص بالعالم فهمها. يمكن لهيك الشخصيه طلعت بهي الطريقه. حلو. وما حسينا انك قاعد تحاولين تقلدين؟ لا، وهذا الشيء اللي هذا كان يعني الشخص هذا. طبعا لانه هو المهم الروح، التقليد في كثير مقلدين. بس انت ممثله بدك تقلدي او بدك تأدي، بدك أترك مصمتي روح. أنا أترك مصمتي أنا، وبدك تقدم روح. فروح الشخصية ما المهم كيف بتمشي أو كيف بتحكي، بس الناس تصدقك. صح. سلاف، يعني أنت خريجة آثار ودرستي فنون تشكيلية، نبي نعرف سويتي معارض معينة، شنو علاقتك بالفنون؟ نبي نعرف، تكلمي شوي عن هذا الموضوع. أثناء المدرسة هي الميول الفنية ما كانت رايحة باتجاه التمثيل يعني. فأثناء المدرسة والجامعة كنت عم بدرس بمعهد فنون تشكيلية بسوريا، فهذا الموضوع أثناء الدراسة فقط. فيما بعد بقى درست آثار، وبعد ما تخرجت وبلشت، يعني حتى أنا بلشت تمثيل كتير صغيرة وكنت لسه عم بدرس. كنت مثل بالعطلة، مثل بالصيف في وقت محدد، وقت الفراغ في وقت محدد نص السنة أو بالصيف كذا. فأعمالي الأولى كانت دائما هيك. بعدين تخرجت من الجامعة واشتغلت، بلشت انشهر بطريقة معقولة، ورجعت كملت دراسات عليا وعملت دبلوم دراسات عليا. يعني هي بالبداية خلينا نقول هواية أثناء ما كنت طالبة، متى حسيت أنك انتقلتي لمرحلة الاحترافية كممثلة؟ أنا لحد هلا ما بحس حالي انتقلت للمرحلة الاحترافية. نو واي، ما يصير. احذر ليش؟ بحب أتعامل مع الفن أو مع التمثيل إنه هي هواية، حالة شغف، بدي ضل خايفة منها، ضل خايفة عليها. هذا أحلى شيء. لهلا أول مرة أو أول يوم تصوير بحس أول مرة عم واقف قدام الكاميرا. هذا الخوف وهذا القلق. بعدين يمشي. ما مشي لهلا. لا والله ما مشي لهلا. لا تدرين إنه في البعض يقول إن شاء الله ما يمشي. مزبوط. وانا هيك يعني، انا بس وقت ما خاف كتير بخاف من حالي انه لا انا لازم ضل قلقانه، لازم اخاف شوي. حاله انه انت عم تتعامل مع هوايه مو مع مهنه، كتير احساسها مختلف تماما. حتى لو اصبحت مهنتك وحتى لو اصبح احترافك، بس هي هوايتك اللي انت بتعشقها وبتحبها، يمكن تقدم لها اكثر. فلحد هاللحظة عم بتعامل مع هالموضوع. بس ما شاء الله لك هوايات كثيره، يعني مو فقط التمثيل، يعني ايضا كتابه الشعر. الله. مؤخرا شفناك كمخرجه، يعني رسائل الكرز، هذا يعتبر يعني صراحه بصمه جميله فيلم جدا. فيلم جميل. في تاريخك الحلو. كلميني عن هالهوايات هذه، وين هي يعني سلافة واخرجي الفنانة النجمة في التمثيل، من سواء كان فن تشكيلي او حتى كتابه خواطر او اشعار، وايضا كمخرجه.
لا أنا ممثلة أولا وأخيرا. ممكن يعني جرب حالات معينة مو أكتر من هيك. أحيانا بكتب خواطر بسيطة يعني. بالنسبة للرسم أو النحت فهو انتهى بوقته للأسف. كان ممكن إنه أنا أعمل معرض أو أعمل شيء بعدين وقفت ولا حتى بالبيت ما عندك مثلا ممكن أعمال؟ مع الأولاد برسم شوي أكثر من هيك ما بقى في خلص. هذا طبعا رسائل كرز معانا على الهواء تمام. وطبعا الجائزة أيضا اللي حصلتي عليها تفضلي. فحتى موضوع الإخراج هو حالة يعني. حتى لو أنا عدتها مرات أخرى بس أنا بدي ضل عندي أنه تجربة أو حالة عم حاول أقدم فيها آرائي أو أحاسيسي. بس هي فقط حالة أو تجربة. حتى وهالحالة هذه جابت لك الجائزة الحمد لله. مو كذي غادة غير كذي. يا رب كل حالاتنا كذي. طبعا غير كذي غادة يعني أنا جدا سعيد إنه يعني الأستاذة سلاف يعني كونها مخرجة وأكيد المخرج عنده نظرة إخراجية عجبها الفيلم الكويتي حبيب الأرض. صحيح. فيعني نبيش شو اللي عجبك بالفيلم الكويتي حبيب الأرض؟ يعني هو فيلم طبعا ناجح عندنا يعني بنعرف شلون وصل لك وشو اللي عجبك فيه أكثر شيء؟ شلون وصل لي إنه أنا كنت بلجنة التحكيم بمهرجان الإسكندرية السينمائي وكان موجود فيلم حبيب الأرض. فايق عبد الجليل الشاعر الكويتي الكبير. اولا انه الكويت تعمل فيلم سينما فهذا مهم فعلا يعني نقطه تحسب لصالح الكويت. ثانيا الشاعر بحد ذاته يعني انا بعرف اسمه بعرف شعره بس لما شفت قصه حياته اثر فيني جدا. والفيلم مصنوع يعني انا بعرف انه يمكن المخرج لاول مره في كثير كوادر فنيه كمان لاول مره فمجموعة من الناس عم يحاولوا يعملوا فيلم كويتي خالص. هذا الشيء وصل لي. حبيت الطريقة وحبيت الفكر يلي عم المطروح بالفيلم. الشباب كيف عاملين التمثيل، الممثل كان رائع، الإخراج، الموسيقى التصويرية ففعلا كان جميل وفعلا مؤثر. يعني أنت ممكن أنك تقدم صورة الكويت أو تقدم صورة بلدك عموما عن طريق فيلم سينما أسرع وأقدر من نشرة أخبار أو من أو, أو, أو من كتير يعني وسائل أخرى. فالسينما قادرة أن توصل لآخر الدنيا. فأنا فعلا وصلني كتير تفاصيل عن الكويت من خلال هذا الفيلم. فأنا كتير بشجع يكون في أفلام عن الكويت أو أفلام كويتية بهذا المستوى وطبعا أحسن من هيك. والله إذا عندك فرصة بعد حاليا يعرض بالسينما فيلم كويتي اسمه هامة يعني يا ريت لو عندك فرصة أنك أيضا تزورين السينما وتشوفينها. وإحنا عازمينك إن شاء الله معاي ونروح مع بعض. مشاهدينا إحنا قلنا في بداية حلقتنا أن اليوم طبعا الزيارة الجميلة للفنانة سلاف رواخرجي جاءت بدعوة من جريدة الأنباء باحتفالاتها بعيدها 41. وما شاء الله يعني صراحة كل ما تكبر الأنباء كل ما تصير شبابية أكثر وكل ما تكون في متناول القارئ العربي وليس الكويتي فقط. الحين معانا هذا طبعا كاميرتنا موجودة في مكتب الأستاذ يوسف خالد المرزوق. نمسي عليه بالخير ونقول يعطيك ألف عافية أبو خالد وسعداء جدا بهذه الاحتفالية اللي راح تقام بكرة إن شاء الله واللي سمعنا أن أنتم مجهزين فيها شيء كثير جدا لزواركم. تفضل الكاميرا عندك وأيضا شاشة ليالي الكويت معك. مساء الخير مشاهدينا الكرام تلفزيون الكويت. يعني حفل الأنباء مثل ما عودناكم مثل ما وعدناكم بلقائنا معاكم المرة الأخيرة في ليالي الكويت إنه راح يكون شيء مميز وكل سنة نحب إن نجدد إحنا. فهالسنة إن شاء الله مسوين مثل ما قلت لكم في مفاجأة اللي هي أوبريت غنائي مميز مسوينه خصيصا حق الكويت وحق الأنباء إن شاء الله. وطبعا في ضيوف ونجوم كبيره من برا الكويت دعيناهم وراح ما راح نقول اساميهم اليوم راح تكون مفاجاه ان شاء الله باكر. النجوم هذه كل الكويت اعتقد انها تحبها وتشاهدها فان شاء الله راح يكون حفل مميز وان شاء الله تكونون معانا باكر في هذا الحفل واللي تشوفون التعب اللي تعبناه عشان يطلع بهذه الطريقه اللائقه ان شاء الله. شكرا لك الأستاذ يوسف خالد المرزوق. طبعا تمنياتنا لك بالتوفيق والنجاح. نرجع لفيلم كرز رسائل كرز. يعني نبي نعرف الفيلم هذا شلون تفكرته يعني بنعرف النجوم اللي فيه شلون يعني وصلتوا لمرحلة الإبداع اللي قدمتوه اللي شافوه تقريبا يعني أكثر من شخص يعني ملايين الناس شافوا هذا الفيلم المميز. أول شيء بس بدي حي الأستاذ يوسف المرزوق وبقول لهم كل عام وأنتم بخير مرة تانية وبتشكرهم على الاستقبال الجميل كان اليوم كان رائع جدا. تستاهلين. تسلم يا رب. رسائل الكرز فيلم بيحكي عن الجولان المحتل.
العنوان العريض بيحكي عن قضية وطنية، بس هو بالأساس بيحكي عن قصة حب. وأنا دائما بقول إنه الوطن والحب هي نفس القيمة ونفس المفهوم. قصة حب، والحبيبة كانت دائما من شجرة كرز، كانت تقطف حبات الكرز وتعمل منهم حبر وتبعت الحبيبة منهم رسائل. الله. فلما راحت الجولان الحب أكيد بقي، بس ما قدروا يكونوا سوا، لأنه الرسالة أو هي مجموعة رسائل إنه الحب هو مو بس بنت وشاب، هو جغرافيا، هو مكان، هي قطعة أرض حصل فيها هذا الحب، حصل فيها هي الذكريات وهي التفاصيل وهذا الشجن وهذا الفرح، يعني حصل فيها حياة. فإنه قطعة الأرض هي المقتطعة المغتصبة المحتلة، لما راحت في شيء جواتنا انكسر، لهيك الحب كمان انكسر، بس بقي، بس هو يعني ضل في شيء عم ندور عليه دائما وبانتظار انه نفك الاسلاك لحتى نوصل للجانب الاخر، لارضنا المسلوبه. فهي قصه حب عم تحكي عن ارض. والحمد لله يعني. بس ليش شجره كرز مو عنب؟ عنب على اسمها يعني هيك تنويع شوي، مره كرز مره عنب يعني مره رمان، سلاف فين بالجاي. يعني قولي لي، الكل يقول من اجمل الاسماء اسم سلاف، لكن يمكن مو وايد معروف معناه. فشنو معنى سلاف؟ سلاف اسم عربي، هو القطفه الاولى، هو ما سال من عصير العنب قبل ان يعصر. عنب. قلت عنب. يعني اطيب شيء بيكون بالعنب، يعني القطفه الاولى هو اطيب شيء. شكرا. سلاف، خلينا نتكلمك شوي بشكل سريع. انا يعني تهمني الامور هذه التقنيه، يعني مثلا تقنيه الكاميرات والتكنيكال الشغلات. هو لانه ممثل اكيد بعرف. أيوة. وظاهر يعني ظاهر يبي يضبط معك، يعني تاخذينا فيلم. بتشرف بتشرف اكيد بتشرف. خلينا نتكلم يعني على الامور مثل ما قلت التكنيكال او التقنيه في بداياتك. شنو فرق معك اليوم تصوير الكاميرات، طريقه الاخراج عن الوقت هذا يعني قبل والحين؟ يعني نوعيه الكاميرات، الشوتات مثلا، ايش كثر كانت تاخذ معاكم مثلا في التصوير؟ كل شيء فرق. بتعرف انت الامور التقنيه عم تتطور كل يوم، كل مو كل سنه، كل شهر، كل اسبوع. فنحن بمرحله تقنيه سريعه جدا يعني. فكل شيء عم يتطور اكيد. بس يمكن اذا بدي اختص بقصه الدراما السوريه، فنحن من اول لحظه اشتغلنا فيها والحمد لله وصلت لاخر الدنيا، واصبحوا الناس كلها بيحكوا بالتلفزيون السوري او بالدراما السوريه. نحن من لما ابتدينا اشتغلنا تلفزيون بطريقه السينما، بطريقه الكاميرا الواحده. هلا اتغيرت انواع الكاميرا والفلاتر والاضاءه وكثير اشياء، بس بقيت هي الحالة انه بصمة نجدة انزور. يعني صراحة هو عمل نقلة في الدراما العربية مو أكيد. فقط بالسورية اكيد. نجدة انزور اسم كبير وكثير ساهم بنجاح الدراما والسورية والعربية، وفي فعلا اسماء كثير وطاقات كبيرة كثير كثير كبيرة عنا. ففي ناس فعلا يعني موهوبين بسوريا، قدرنا هيك نعمل صناعة معا كلياتنا سوا، صناعة دراما جيدة قدرت توصل لكل الناس. صحيح. احنا طبعا راح نكمل معك حوارنا، بس مشاهدينا نطلع هذا الفاصل الإعلاني ونرجع لكم من بعده. معكم مشاهدينا على الهواء وبليلة جميلة من ليالي الكويت ومن هالأطفة الجميلة من أجمل عنب في سوريا. احنا طبعا سعداء جدا مرة ثانية بوجودك سلاف. أنا غادة. ونرجع نتكلم عن جائزة اللي أخذتيها لرسائل الكرز، هي من مهرجان دلهي. صحيح. ويعني الهند معروفة بالأفلام وبوليوود وأهم الإنتاجات وأثرى الإنتاجات، يعني غزارة رهيبة بالإنتاج، وما شاء الله عندهم نجوم يعني كبار على مستوى أكيد. الإخراج والتصوير طبعا. وأكيد التمثيل. فشلون قدرتي تحصلين هذا؟ ما بعرف. عجبني صراحة، عجبني الرد. الحمد لله. يعني ما بعرف شو بدي أقول. هي كانت الجائزة السابعة، أخذت بالإسكندرية كأحسن كأول عمل، وأخذت بالجزائر وبالعراق وبالسودان وبلبنان.
وكانت الجائزة الأخيرة كانت هي بدلهي أحسن إخراج. طبعا بالنسبة لي يعني خبر عظيم، وأنا كنت بسوريا ما قدرت أحضر المهرجان للأسف، كان عندي ظرف خاص. قلنا يمكن نشوفك بطلة في أحد أفلام بوليوود قريبا. قريبا جاهزة أنا. يعني ممكن إذا عرض عليك أي سينما ثانية سواء فرنسية، لأن في أعتقد تفاهم بين النجوم بسوريا مع بعض الفرنكوفونية يعني أو الإنتاج الفرنسي. أنا ما عندي مشكلة مع أي جنسية، تكلم الفرنسي تعدي أموره يعني ما عندي مشكلة أبدا بأي أنه أشتغل بأي جنسية أخرى، ما عادي لا أبدا. بس المهم أنه أنا أحب المكتوب، أحب المادة، أتفق مع الناس على شو بدنا نعمل، وحس بقيمة الشيء اللي عم يساويه. يعني الجنسية بتوقف لما بيكون في فن، لأنه الفن لغة عالمية. أي. فما عندي مشكلة بأي شيء، بس أنه أنا لاقي حالي. عندي طموح أعمل كل شيء جيد، أعمل أحسن شيء دائما. ما فكرت أنه أنا بدي هوليود أو بدي بوليود أو بدي مصر أو بدي لا. بس أنا بعرف أنه أنا عم أشتغل بخط واضح، بعرف شو بدي تماما. محبة جدا لعملي للأقصى، مخلصة جدا لهذا العمل، وبعرف أنه النتيجة رح تكون بمكان جيد، فما عندي أي حدود بهذا الموضوع أبدا. بالعكس. عسى الله يوفقك. سلاف، يعني الفنان الكبير حبيب القلب ونجلها تحية من هني من ليالي الكويت، يعني وائل رمضان زوجك الله يخلي لك إياه إن شاء الله. يعني سر يعني زواج ما شاء الله، سر علاقة مميزة، عسى الله يحفظكم إن شاء الله ويخليكم البعض دائما. يعني كانت فيها شوي نقول فيها صعوبة في البداية لما تزوجتوا، فاحنا بنتكلم شوي عن موضوع زوجك، وايضا بنتكلم ان الحين الوسط الفني اي اثنين يتزوجون تصير دائما مشاكل، لما نعرف شلون تحافظين على علاقتكم، خاصه انه هو فنان وانت ايضا فنانه في نفس المجال. تفضلي. يعني انا ما بحس في انه هيك نوع من الخصوصيه، مثل اي اثنين، مثل اي زوجين عايشين بشكل طبيعي. في ايام حلوه، في ايام لا، في ايام مشاكل، في ايام هنا، فمثل اي بيت. واكيد انت يعني انت بدك بتحافظ على بيتك، على عائلتك، لأنه بالأخير يعني هو هذا المأوى. هذا مكانك، هذا السكنة تبعك. فيعني هي باختصار شديد، الحب بيكبر، الأولاد بيزيدوا الحب، عيالك على الهواء ويانا. ما شاء الله عليهم حمزة وعلي. الله يحفظهم إن شاء الله. يا أم حمزة. أم حمزة كم صار عمره الكبير؟ حمزة 17 سنة وعلي 9 سنوات. ما شاء الله. ومنو اقرب لك؟ ثمانية وشوي. الاثنين طبعا. الاثنين طبعا. في احد عنده ميول؟ اتوقع حمزه يمثل. حمزه مثل من قبل بكليوباترا، ومثل معي بكذا عمل، حتى كمان علي مثل. الاثنين عندهم ميول، بس هلا حمزه على كبر طبعا باتجاه الدراسه والعلم اكثر بشكل كثير واضح وجدي يعني. وما عندكم مانع انه يكمل بهالمجال؟ ما عندنا مانع، المهم انه يكون في شهاده، في شغل، في شيء جدي بالشهاده الجامعيه، وهو حر يختار اللي بده. يعني عائله فنيه غاده اكيد يعني بيكون يعني هذا انتاجهم. زين بنعرف انت الحين كونك مخرجه، رؤيتك كالإخراجية يعني عم حمزة يصلح ممثل أكثر من أخوه ولا من حسين أفضل؟ خلينا نشوف على الهواء. قولي. صعب، ما فيني يكون مخرجة معهم، بدي يكون أم، فبشوف الاثنين مثل بعض. صعب يكون مخرجة معهم. اشتغلتي مع الأستاذ وائل في الدراما، شلون العمل مع زوجك؟ يعني أحس أنه صعب. صعب تشتغلون مع بعض. لا، في فصل. هلا انا بكل الاحوال بحب اشتغل معه كممثل، وبحب اشتغل معه كمخرج، بحب شغله، وبحب يعني بحب الطريقه اللي بفكر فيها. فبحس انا بكل يعني الحالتين في هيك شيء يعني مختلف. اشتغلت معه وقت 3 اعمال كمخرج، اخر ايام الحب وكليوباترا، عملين. بس اشتغلنا كممثلين كثير يعني، فكوننا بفتره طويله ثنائي. فبحب هاي الحالة يعني بيني وبينه، بس أكيد في حالة فصل يعني، ما في إنه والله بالتصوير زوج وزوجة، لا، نحن ممثلين. صح. يعني عندنا بعد صورة مع الوالدة نشوفها مع بعض، يعني صراحة الجمال جاي من الوالدة. ما شاء الله. صورة هذه كم تاريخها؟ قديمة الصورة. ما تذكرين؟ لا والله. قديش كان عمري هوني؟ انت عارفه الصوره شكلك انصدمتي فيها. معدتنا هنادي تقول تشبهين الوالده. لا ما صدمتها، عندي على الصفحه معدتنا هنادي تقول تشبهين الوالده. ما شاء الله.
عفوا عبد الله، معدتنا هنادي تقول تشبهين الوالده ما شاء الله. أي ما شاء الله بشبهها، يعني بتمنى طول عمري اني انا اكون مثلها، فهذا كان حلم عندي اكون مثلها. شاطره انت بالانستغرام، قريب الالف، قريب المليون سوري 780 الف او شيء كذي من الفولورز، ما شاء الله الله يزيد ويبارك. ايش كثر مهم السوشيال ميديا معك؟ اكيد مهم. هلا انا حديثه العهد اعتبر بهالموضوع ما كثير يعني عندي خبره، يعني على قد، بس الانستغرام يمكن صار له شيء سنتين ونص على ما اعتقد. اي لان قبل كنتوا تستخدمون، حتى احنا نستخدم الفيسبوك قبل، كان ايه موجود الفيسبوك، ايه عندك الفيسبوك يعني في تواصل اجتماعي كان قبل. ايه في، بس لا ما كان عندي فيسبوك، فاول شيء عملت الانستغرام، بعدين تقريبا من سنه وشوي عملت الفيسبوك، فيعني ماشي الحال يعني على قدي. سولاف شنو اهميه؟ الحمد لله المحبين كثار. شنو اهميه السوشيال ميديا الحين؟ يعني مثلا انت مع او ضد الفنان مثلا يصور حاله 24 ساعه مثلا يصور حاله ويحكي وكذا، ما تحسي ان هذا الشيء ممكن يملل الجمهور منك او تخلي الجمهور ينتظرك مثلا من مسلسل الى مسلسل وتكون بعيد عنهم؟ لا طبعا، يعني السوشيال ميديا مهمه كثير، ونوع من التسويق ونوع من القرب كمان التقرب من الناس يعني. بس اكيد كله بعقل وكله بحدود، لانه يعني ما بصير كل شوي او كل خمس دقائق. هلا هذا موضوع شخصي، بس انا بالنسبه لي لا، يعني بحاول انه انا اعيش هذا الالبوم تبع الصور او افكاري او اخباري عن طريق الفيسبوك مع الناس بطريقه مدروسه. يعني حتى اوقات الجنون بلحظات لازم يكون مدروس، حتى حتى الفوضى لازم تكون مدروسه. صح. فانك انت تكون قريب وتكون مع الناس بس بحدود، بتأني يعني. انزين، وهل اختلفت مفاهيم الشهره الحين؟ يعني صرنا نشوف وايد ناس مشهوره بس ما ندري مشهوره على شنو. صح صح مزبوط. هلا دائما هي القصه موجوده، لانه الشهره سهله، ممكن تعملي اي مشكله اي شغله كل شوي على الانستغرام تعملي تخالع مع هذا. يعني انه يعني الشهره سهله، امر سهل، بس انك تعملي اسم بتوقع هذا شيء صعب كثير. اكيد شيء صعب. فكل واحد بقى حسب شو طريقه او شو هدفه من البدايه. السوق العربي سلاف مليان طبعا من مخرجين مبدعين، سواء في الخليج او في الوطن العربي. منو يعني اللي سلاف عندها ان هذا الشخص مثل اعلى تابع ماله واخراجه؟ في اسماء كثير، ما في اسم واحد، بس انا بتعلم من الكل، يعني بشوف الكل بتابع أكثر الكل. اكثر شيء منه كونش مخرجه والله يعني كتير. ما لها دبلوماسيه. لا لا ابدا، بتعرفي ليش؟ بتعرفي ليش؟ لانه انت حتى مع، يعني انت مع كل مخرج عم تتعلمي شيء جديد، حتى مع السيء انت عم تتعلمي، يعني حتى بالاخطاء بتتعلمي. فانا من الناس اللي بحب اتعلم، يعني حتى وقت تجربه رسائل الكرز قاعده انا، صحيح انا عم بعمل اخراج بس عم بتعلم، لانه انا يعني صار مكان اخر لوراء الكواليس، لوراء الكاميرا، فانا عم بتعلم كل الوقت، بتعلم من المخرج الجيد، بتعلم من المخرج السيء، بتعلم من الفنيين، فانت بتعلم من كل الناس، بس يكون عندك استعداد للتعلم بكل لحظه لحتى تتطور. يعني ما بكفي انه انت تكون ناجح، لازم بكل لحظه تبحث عن طريقه انه انت تتطور دائما. اكيد، بس لما تكونين ايضا مخرجه وعندك هذه يعني الامكانيه انك تكونين مخرجه، ايش كثر صار صعب تعامل المخرجين معك كممثله؟ وقت بكون ممثله ما بتدخل ولا مطيعه؟ يعني ما زلتي مطيعه؟ جدا طبعا، لانه بعرف شو يعني مخرج وشو يعني رب العمل وهو قائد العمل كله. اكيد انا بكون مشاركه وبحرص انه انا اكون شريكه بالعمليه الفنيه بارائي باقتراحاتي، بس بالاخير في رب عمل واحد فقط، ما بتدخل أبداً. يعني انت تسمعين كلام المخرج من الاوامر، زين انت تستقبلين ايضا اوامر، مثلا مو اوامر، خلينا نقول بعض اقتراحات توجيهات. الممثلين توجيهات الممثلين تسمعينها مثلا؟ أكيد. وانت مخرجه طبعا، اكيد اكيد، وبالعكس يمكن لانه انا ممثله دكتاتوريه. خليك بحالك. لا ما بقولها لحد معي. لانه احيانا لازم، يعني بالعكس انا لازم انا يعني اتعامل مثل ما انا بحب اتعامل مع الممثلين، مثل ما بحب انه انا كمان يتعامل معي من قبل المخرجين. فلازم يكون في حاله شراكه، لازم يكون في حاله تعاون، ولانه انا ممثله بحس بالممثل يمكن اكثر من المخرج العادي. فبالعكس. صحيح. يعني كان لك ايضا تجارب سينمائيه بمصر حلوه وجميله، وانت ابتعدتي نوعا ما عن الدراما بمصر يمكن 7 سنوات او شيء كذي. 7 سنوات صحيح. ليش كان هذا البعد وشنو السبب فيه؟ انا اشتغلت فيلمين بمصر وتقريبا 3 مسلسلات
يعني كنتي خلاص منطلقة وبعدين لقيناك طقيتي بريك واختفيتي. لا بتعرفي الظروف اللي حصلت يعني بالوطن العربي، وأنا أثرت بهذا الوقت كون بسوريا، كون مع الدراما السورية بوقت الصعب، فهو كان خيار شخصي فقط. حلو. والحين رجعتي مع روح؟ الحين رجعت مع روح. وعرفت أنه راح يكون 60 حلقة. صحيح. شلون 60 حلقة يعني؟ والله ما بعرف الموضة الجديدة. والله أنا ما بدي موضة جديدة يعني هلأ بالمحطات والفضائيات. كلميني عن هذا المسلسل ومنو معك؟ من أبطال المسلسل؟ هو إخراج خالد الحجر وتأليف إسلام يوسف وإنتاج آرت ميكرز. في مجموعة ترشيحات كبيرة، يعني يمكن هلا لسه بكير انه انا احكي عنها، بس يعني ما تم اختيار تم بقية بس النجوم. تم بس لسه يعني هلا بالمراحل يعني توقيع عقود لسه. ايه ما بقدر اقول يصير هجوم على المنتج على طول. ما بقدر اقول الاسماء بس في اسماء جيدة جدا وبتوقع هيك عمل. ليش اسمها يعني روح؟ لانه بيحكي في شيء خاص بيشبه الروح. حلو. يعني ولا حتى راضية تقولي لنا شفت مع أني بالفاصل قالت راح أعطيكم أخبار. ما نبي هالبخل يا سلام. لا والله أبدا. يعني فكرتها شنو؟ الفكرة احنا متشوقين وايد وراح ننطر انت ان شاء الله الشهر الجاي بعد التصوير بديسان وما راح ينعرض برمضان. لا بعد رمضان، بعد رمضان قصيرة. وهذه بعد يعني خطوة جميلة جدا انك يعني شوية توخرين عن رمضان. مزبوط. لان في عجقة وزحمة وبنشغل بطريقة يعني هيك اهدى في ضغط يعني احنا نبي سلاف. انا هذا يمكن السؤال اللي بسألك يعني طرقت توقعات ذكرته اللي هو طبعا شنو ضغط المسلسلات المصرية، ضغط المسلسلات مثلا الخليجية كلها في رمضان، انت مع ولا ضد؟ لا مو مع بشكل كامل. هلا كمان انت بدك تقبل بالامر الواقع لانه في موضوع انتاجي تماما، في موسم واصبح امر واقع ما فيك انت تنكره يعني. وبالنسبة للمنتجين، بالنسبة للفضائيات، بالنسبة للمعلنين فهذا موضوع مهم. أنا مع بس كمان مو لهالدرجة لأنه زاد عن حده كتير. الناس عم تتعب، عم تحس بتخمة وعم تستنى بعد رمضان مشان تشوف، فيمكن لازم يكون في انتقاء أكثر. والشهور باقي السنة كمان لازم يكون في دائما إنتاج لأنه الناس يكون في وغير هيك جديد. يعني سلاف أنت بتشوفين حتى ببعض الممثلين تلقينا في هالمسلسل في هالمسلسل في هالمسلسل طبعا. إيش رأيك يعني عادي ولا؟ لا أكيد ما أنه عادي لأنه هذا استهلاك للممثل، هو حرق لإله. فبحس انه لا لازم يكون في تنسيق اكثر ويكون في اهتمام اكثر بهي النقطة. بس والله للامانه استاذه سلاف يعني نجمه بحجمك اعرف ان هم يدشون في حروب لمجرد ان تنعرض مسلسلاتهم برمضان. فاشوفك هاديه ورايقه وعادي يعني الموضوع مو هذا المسلسل قوي. المسلسل انا قوي بياخذ جدارته خارج السيزون. فعلا يعني انا ابي اخذ يعني الاجابه منك يعني شخصيا لان انت يعني على هذا المستوى ويعني من اهم نجماتنا العربيات. تسلميلي. ليش مو مهتمه انه يعني خارج منافسه رمضان؟ ممكن يكون بشهر رمضان وهذا الشيء اكيد كمان مهم عندي، بس اولا يعني مو ضد ابدا انه يكون خارج رمضان لحتى ينشاف بطريقه مكثفه وبطريقه فيها تركيز اكثر. فبالعكس وانا كمان مع يعني انا من الناس اللي بينادوا انه يكون في اعمال خارج رمضان. غير هيك الدخول هلا لشهر رمضان حرام، يعني انا ما بدي بس يطلع مسلسل انا ما بقى واي شيء لانه خلص لازم ينشغل صح. فحتى لو قالوا الشركه المنتجه لشهر رمضان فانا ما راح كنت راح اوافق لانه انا ما بدي اعمل عمل أعتقد سريع. كان عندك عمل المفروض يعرض برمضان؟ مزبوط كان في عندي عمل اسمه هجره الصعايده وتاجل وتاجل حتكون صعيدية؟ نعم نبي كلمتين شيء بالصعيد. نبي مشهد، نبي مشهد صغير كذي. نبي كلمتين بالصعيدي. لا لا قولي أي شيء جاوبيني بس باللهجة الصعيدي. خلينا نسوي تست. والله ما بعرف. يعني ما شاء الله عليه جمال سليمان أول ما دخل الدراما المصرية دخل صعيدي قح. أكيد. صح. والكل رفع له القبعة يعني على أدائه وعلى الأكسنت الجميل اللي قدمه. صحيح. الحين أنت عندك الفرصة هذه. إن شاء الله أي إن شاء الله يعني وحتى الدور هيك في شيء مختلف. رد علي بالصعيدي. كارير المصري بقلب المشهد بعرف خارج المشهد ما بعرف. ما شاء الله عليك يعني حتى باللغة العربية الفصحى صراحة احنا تعلمنا من الدراما السورية كيفية الأداء يعني انك يعني داشة بإحساسك وكل شيء ومحافظة على اللغة بصورة دقيقة جدا. حتى التشكيل اللغوي كان
بالتمام التمام. فشلون خاصة يعني غادة في ملوك والطوائف أعتقد بالذات. ملوك الطوائف وغيرها كثير مهم بالنسبة لي. يعني كلميني عن اللغة العربية الفصحى، هل كانت صعبة بالنسبة لك؟ وانت بعديه بعد اعتقد الكواسر والجوارح. لا 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 ابدا، كان ولا عندي سفر قريش، كان عندي عده اعمال بالفصحى، عده اعمال كثير. يعني بدايتك كنت صغيره؟ كنت صغيره، كنت لسه عم تدرس. لسه هي صغيره عم تدرس. صح. اي فقولي لي هلا صعبه بالنسبه لك؟ لا ابدا، عموما بسوريا بالمنهاج التدريسي يعني نحن بنركز على اللغة العربية جدا، فهي مادة أساسية. غير هيك أنا بحبها، فدائما كانت علاماتي تامة، يعني 59 من 60، 90، 92 من ما شاء الله، من 100. فدائما كنت هيك بحبها وكنت استمتع فيها. وعيالك الحين يتقنون اللغه الفصحى؟ بيتقنوها ولا انجلش سكول؟ لازم الاثنين مع بعض، بس انا اكيد باكد على اللغه العربيه لانه لغه جميله اصلا. ففي استمتاع فيها، ولما بيكون في عمل تاريخي يعني انت بتعرفي انه في لغه وفي طريقه معينه، وبالعكس انت لما بتتعاملي مع ما تكون يعني مادة صعبة، لما بتتعاملي معها بسلاسة ما تفكري فيها أنه هي لغة أخرى. لا، أنت بهمك تقدمي الإحساس مو اللغة. فلما هذا اللي بفهمه، يعني أنت شلون بركز بالأداء ولا بإتقان اللغة والفصحى والكسرة والشدة؟ لا لا أكيد، لأنه أنت بالأساس في إتقان للغة. فلما أنت بتكوني بالتصوير، بتكوني بالمشهد، أنت بتركزي على الأداء وبتركزي على الإحساس، لأنه أنت خلص خلصتي من موضوع اللغة. أنت في 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 إتقان. فعدم التفكير باللغة وعدم التفكير في بالتشكيل بيخليك تنسي هاي المشكلة، والناس تحسها بطريقة أسلس. ما بقى الناس تسمع أنه لغة فصحى وفي ناس عم تلقي وفي ناس والحرف صعب، ما يكون اوفر، يكون سلس، تخدمينه بشكل جيد. ايه؟ لانه الاحساس هو المهم، لما بتفكري بالاحساس بتنسي موضوع شخصيه المهم. شخصيه اعتماد حسيتيها قريبه منك في ملوك وطوائف ولا ها؟ لا، شخصيه اعتماد كل الشخصيات بحسها قريبه مني، حتى يعني بعيده الشخصيات قريبه. اقرب وحده شخصيتي، في كثير شخصيات بس بحب شخصيتي برسائل الحب والحرب، شخصيه الله. نيسان وقتها الكاتبة ريم حنا يعني كانت عم تكتب وأنا حاضرة بذهنها كل الوقت. فكان وفي مفصل لك نوعا ما، يعني كان في حالة تقارب وشبه كتير. بس دور اعتماد بالنسبة لي هو من الأدوار اللي كتير فيها كان متعة وكان فيها شغل، وكل ما كان الدور فيه تعب أنا بالنسبة لي فيه متعة أكتر. يعني بس ما أتعب بحس أنه أنا ما سويت شيء مهم. اعتماد كان فيه تعب، خاصة لما كبرت بالعمر، صارت فوق 70 سنة، وحتى يعني تحولت من ملكة لرجعت لأصلها، رجعت لحالة الفقر. فملكة رجعت لحالة الفقر فوق 70 سنة وخرفت. فهي كانت المشاهد بالنسبة لي صعبة كتير. بعض الممثلين يرجع البيت يكون شايل معاه الشخصية. اي تصير معك هذه الشغلة؟ لا لا أبدا. تسولفين مع حالك هيك شوي؟ لا ما بسولف مع حالي أبدا. كلش خلاص أوت. اي تماما. هلا ممكن بالحالة العامة أنت تكون متأثر. يعني إذا عم تعمل دور حزين في شيء بيبقى عندك، إذا عم تعمل دور كوميدي بتوقع تكون طاقتك أكثر فيها فرح. يمكن هي حالة تأثر، أما أنت تأخذ شخصية وتشيل شخصية، لا أنا ضد الفكرة. بس تتعلم برضو من شخصية. أكيد. أكيد فيها يعني. أكيد، حتى بالنسبة للحالة النفسية إنه الممثل قادر يعيش عدة شخصيات وعدة أدوار، فهو تفريغ لحالات ولشخصيات كتير، وبيعيش بعوالم أخرى. بيعيشها بكل تفاصيلها وأحاسيسها، فبتوقع أنه هذا دواء نفسي عظيم للممثل. والله يا سلاف، القاعدة معك أمانة ما تملي علي، والكلام معك ما شاء الله مر بسرعة وخلص الوقت. يعني سعداء جدا يعني أنت جميلة قلبا وقالبا للأمانة. وأنا ما يعني مو قاعد جاملك، أنا سعيدة جدا بتعرفي عليك شخصيا، إنسانة قمة في التواضع على الرغم من وصولك لقمة الهرم العملي. فنتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله، والله يخلي لك عائلتك الصغيرة الجميلة، ونشوفك دائما بالكويت عندنا ونسعد فيك. وتنورينا ان شاء الله في اي وقت. خبر حصري نقوله يعني. اعطيه خبر حصري خلاص اعطيه. شنو في خبر اخر اخبارك؟ اولي 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 يعني صار بياخذ اخباري روح وعم حضر ل بس قولي لنا خبر ما يكون عند حدا يعني بس احنا للكويت. ما هو هلا بعدين بده يصير كل الناس بدها تسالني عنه هذا الخبر اللي بدي اقوله هلا، رغم انه ما كنت ناوي اقول شيء. بعد روح إن شاء الله في عندي
قولي في اخراج جديد ان شاء الله قريبا باذن الله. ان شاء الله. برافو برافو برافو. يعني نتمنى ان شاء الله وجود هذه البصمه النسائيه ايضا في عالم الاخراج. انتم يعني شويه المخرجات في الوطن العربي، وانت حطيتي بصمه جميله جدا، نتمنى انك تكملين فيها ان شاء الله يا رب. ومن هلا على الله يعطيك العافيه. هذا شيء وصلنا يمكن تقريبا عندنا فقره زميلنا اي بس قبل نروح لسعود بشهري تفضلي. الله يسلمك عبد الله، ومره ثانيه بتشكر تلفزيون الكويت، وسعيده جدا انه انا موجوده مع اهلي بالكويت، عندي اصدقاء كثير بسلم عليهم كلهم، وفرصه سعيده في من الوسط الفني عندنا اصدقاء، في من الوسط الفني وفي ناس كمان بعيدين عن الوسط، بس انا سعيده انه انا بدي التقي فيهم باول مره بزور الكويت. شكرا كثير لكم، وبس بدي اتشكر بس فجر احمد اللي عملت لي المكياج، وعبير هير سكتش اللي سوت لي شعراتي. وشكرا كثير لكم على استقبالكم وعلى محبتكم الكبيره. حبيبتي حياك الله، وشكرا لوجودك معنا، وشكرا للانباء. كاهي وصلت الدعوه يا ابو خالد، ما قصرت وصلت لين الاستوديو، وباكر راح تكون الحفله بعيد الانباء 41، وان شاء الله عقبال العمر كله في تقدم وازدهار لكل الصحافه الكويتيه باذن الله. شكرا لك استاذه، شكرا لك من جديد، ونشوفك على خير ان شاء الله. شكرا يعطيكم العافية. طبعا عندنا كلمة راس مع زميلي سعود أبو شهري وضيفه الإعلامي والكاتب الصحفي حسين عبد الرحمن، خلكم معنا.